السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للجزء الثالث من النص المسترسل الحاجة أم الاختراع، المندرج ضمن الأسبوع الثالث من الوحدة الرابعة مجال الفلاحة والصناعة والتجارة. المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع. نبدأ على بركة الله. أتهيأ للقراءة، أتذكر نصيحة الأستاذ للسارد. إذن النصيحة التي قدمها الأستاذ للسارد هي التفكير في طريقة صحيحة وبأنه سيد الحل بنفسه. النصيحة التي قدمها السارد هي التفكير في طريقة صحيحة وبأنه سيجد الحل بنفسه. نقرأ الجزء الثالث من هذا النص ثم نعود للإجابة على الأسئلة المرافقة له. دفعتني تلك النصيحة الغريبة إلى إيجاد الحل بنفسي، وهذا لم أكن لأتوقعه. وجدت المشروع الذي يناسبني ورجحت أنه سيحل كل المشاكل التي قد تعترضني في حياتي. قررت العمل على تطوير الأجهزة المستخدمة في المنزل كي أقوم بأعمال إضافية. وضعت جهازا خاصا للستائر كي تفتح عند شروق الشمس وتغلق عند حلول الظلام. ركبت كذلك جهازا للمكنسة الكهربائية لتعمل تلقائيا فتمتص الغبار أينما وجدته. أما الطاولة فقد ثبت عليها عجلات صغيرة ومتينة، إضافة إلى جهاز استقبال للتحكم عن بعد في حركتها لتستطيع أمي وضع الأشياء عليها ونقلها حيث تريد دون الحاجة إلى دفعها. أفهم، أوضح الحل الذي اكتشفه السارد وأذكر الأجهزة التي صنعها. إذن الحل الذي اكتشفه السارد هو تطوير، قرر العمل على تطوير الأجهزة المستخدمة في المنزل. أما بالنسبة للأجهزة التي صنعها، جهاز خاص بالستائر، تحكم بالستائر للفتح عند شروق الشمس والإغلاق عند حلول الظلام، جهاز للمكنسة الكهربائية للعمل تلقائيا حين تجد الغبار، طاولة عليها على عجلات صغيرة ومتينة، وجهاز استقبال للتحكم عن بعد. إذن الحل الذي اكتشفه السارد هو تطوير الأجهزة المستخدمة في المنزل كي تقوم بأعمال إضافية. والأجهزة التي صنعها هي جهاز خاص بالستائر ومكنسة كهربائية وتثبيت عجلات على الطاولة. استعمل السارد في سرده العديد من الأفعال، أستخرج منها ما يدل على أفعال تعود على السارد نفسه، أفعال تعود على الأشياء، وأفعال تعود على الأم. إذا أفعال تعود على السارد: دفعتني، قررت، وضعت، ركبت. إذا دفعتني، قررت، وضعت، ركبت، ثبتت. أفعال تعود على الأشياء: تقوم، تفتح، تغلق، لتعمل، فتمتص، وجدته. إذا تقوم، تفتح، تغلق، لتعمل، فتمتص، وجدته. إذا هذه الأفعال التي تعود على الأشياء، الأشياء التي صنعها. أفعال تعود على الأم: تستطيع، وضع، نقلها، وضع، نقلها، تريد، دفعها. إذا الأفعال التي تعود على الأم: تستطيع، وضع، نقلها، تريد، دفعها.
تستقل الصفحه المواليه. اختار مما يلي الاوصاف التي استعملها السارد ثم اركب كل منها في جمله مفيده. اذا الاوصاف التي اختارها السارد، اختار وصفه صغيره، صغيره، الغريبه، المستخدمه، متينه، والإضافية. إذا الأوصاف التي اختارها السارد من بين هذه الكلمات هي صغيرة، الغريبة، المستخدمة، متينة، الإضافية. إذا تركبها في جملة. وضعت أمي طعامي في علبة صغيرة. وضعت أمي طعامي في علبة صغيرة. تجولت في الغابة صحبة أخي فسمعنا أصواتا غريبة. تجولت في الغابة صحبة أخي فسمعنا أصواتا غريبة. هذا حبل متين. هذا حبل متين. وسائل الاتصال المستخدمة في هذا المشروع متطورة. وسائل الاتصال المستخدمة في هذا المشروع متطورة. اشتغل العمال ساعات إضافية. اشتغل العمال ساعات إضافية. التمرين رقم 4. أعين العبارات التي تدل على المعاني الآتية: الاعتماد على الذات لإيجاد الحل، تحقيق مشروع مناسب، مساعدة الأم على التنقل. إذا الاعتماد على الذات العبارة التي تبرزها دائما الجزء الثالث. دفعتني تلك النصيحة الغريبة إلى إيجاد الحل بنفسي. إذا الاعتماد على الذات. بالنسبة لتحقيق المشروع المناسب، إذا وجدت المشروع الذي يناسبني. بالنسبة لمساعدة الأم على التنقل، لتستطيع أمي وضع الأشياء عليها ونقلها حيث تريد دون الحاجة إلى دفعها. إذا بالنسبة للاعتماد على الذات لإيجاد الحل، دفعتني تلك النصيحة الغريبة لإيجاد الحل بنفسي، تحقيق المشروع المناسب، وجدت المشروع الذي يناسبني، مساعدة الأم على التنقل، لتستطيع أمي وضع الأشياء عليها ونقلها حيث تريد دون الحاجة إلى دفعها. السؤال الأول من أركب وأقوم. ألخص الجزء الثالث من النص شفهيا. إذن تلخيص النص، نص الجزء الثالث: يتحدث السارد في هذا الجزء حول تفكيره في نصيحة الأستاذ وإيجاد مشروع مناسب والعمل على تطوير الأجهزة الموجودة في البيت لمساعدة أمي. إذن يتحدث السارد في هذا الجزء حول تفكيره في نصيحة الأستاذ وإيجاد مشروع مناسب والعمل على تطوير الأجهزة الموجودة في البيت لمساعدة أمه. أعلق على مشروع السارد. إذا مشروع السارد كان مبتكرا، كان مبتكرا، حيث استطاع الوصول إلى حل يمكنه من مساعدة أمه العجوز والاستمرار في دراسته. إذا مشروع السارد كان مبتكرا، حيث استطاع الوصول إلى حل يمكنه من مساعدة أمه العجوز والاستمرار في دراسته. السؤال الثالث والأخير: أبدي رأيي في اختراعات السارد. إذا اختراعات السارد مفيدة ومثيرة للإعجاب، فبفضلها سيتمكن من مساعدة والدته. إذا اختراعات السارد مفيدة ومثيرة للإعجاب، فبفضلها سيتمكن من مساعدة والدته. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.